بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. اذا اليوم ان شاء الله نبدا في مراجعه اختبار الفصل الاول لسنه ثالثه ثانوي. قلنا هذه المراجعه مقدمه من طرف منصه زاد اكاديمي للتلاميذ على قناه اليوتيوب. عندنا ان شاء الله موضوع مقترح فيه ثلاث تمارين، التمرين الاول صح وخطا، مستوى صعوبه تاعو ثلاثه نجوم، التمرين الثاني داله صماء يعني داله جذريه مستوى ربع نجوم، والتمرين الثالث داله اسيه المستوى تاعو ايضا اربعه نجوم. الان مطلوب منكم تحملوا هذا الموضوع، راح نخليكم الروابط في اول تعليق وفي صندوق الوصف، حملوه حاولوا في التمرين الاول راح يشاهدوا معنا الحل. اذا التمرين الاول قلنا اجب بصح وخطا مع التعليل بطبيعه الحل. السؤال الاول اعطانا هو قال لنا المتراجحه هذه 2 اسيه اكس زائد اسيه ناقص اكس اقل او يساوي 3، اعطانا الحلول تاعها قال لنا المجال من ناقص ان 2 لصفر المجال مغلق في الطرفين. صح، هل هذه الاجابه صح ولا خطا؟ احنا باش نعرفوها صح ولا خطا واش لازم نديروا؟ لازم نحلوا هذه المتراجحه. صح، كيفاش نحلوا هذه المتراجحه؟ ركز معنا جيدا. الان طبيعه الحال احنا اتفقنا على امر مهم جدا اللي هو ان المعادلات والمتراجحات في الاسيه واللوغاريتميه اول حاجه قبل ما نبداو نحلوها لازم نجيبوا المجموعات اللي راها معرفه عليها. صح، عندنا اسيه اكس معرفه على ار، اسيه ناقص اكس معرفه على ار، وبالتالي المتراجحه هذه تاعنا راه معرفه على ار. اذا ليكن اكس من ار نحط المتراجحه اللي عطاها لنا ونبداو نحلوا فيها. شوف هنا عندنا اسيه اكس وعندنا اسيه ناقص اكس، هكذا بالطريقه هذه ما راحش تساعدنا. اس مضروب في عدد موجب واس مضروب في عدد سالب ما تساعدناش. اذا لازمنا اما نحولوهم في زوج مضروبين في اسس، يعني الاسس نتاعهم في زوج مضروبين في اعداد سالبه ولا في زوج اعداد موجبه. هنا طرق مختلفه، نقدر نهبط اسيه اكس للمقام ومن بعد نوحد المقامات ومن بعد نشوف واش يخرج لي، ونقدر باختصار من الخطوه الاولى نضرب الطرفين في اسيه اكس. نضرب الطرفين في اسيه اكس، تفهموني علاش حاب نضرب الطرفين في اسيه اكس. اسيه اكس عدد موجب نضربوا فيه طرفي المتراجحه معناتها ما تتغيرش. في الطرف الاخر كاين ثلاثه، اذا تصبح ثلاثه اسيه اكس. ممتاز. صح، هنا عندنا 2، ركز مليح، عندنا 2 اسيه اكس وراح نضربها هنا في اسيه اكس. بالخواص نعرفوا بلي اسيه اكس في اسيه اكس، ضربوا القوى جمعوها تولي تجمع القوى تصبح اسيه اكس زائد اكس، اذا اسيه 2 اكس، اذا اسيه 2 اكس. صح، عندي اسيه ناقص اكس وراح نضربها في اسيه اكس. بالخواص تصبح اسيه ناقص اكس زائد اكس، يعني اسيه 0 وبالتالي 1. اذا 2 اسيه اكس زائد 1 اقل او يساوي 3 اسيه اكس. الان نحولوا هذه المعادله، نحولوا المتراجحه صفريه، يعني نرجعوا هذيك، رجعوا 3 اسيه اكس رجعوا لهذا الطرف. اذا تولي 2 اسيه 2 اكس ناقص 3 اسيه اكس زائد 1 اقل او يساوي 0. هنا لو كان تتذكر في الدرس تاع المعادلات والمتراجحات في وحده الدوال الاسيه قلنا هذه راه تشبه المعادله من درجه ثانيه. علاش؟ لانه اسيه 2 اكس، اسيه 2 اكس هي اسيه اكس الكل مربع، معناتها لو كان نديروا تحويل متغير معين راح نوليو نحلوا معادله فقط من درجه ثانيه. اذا نقولوا نضع تي تساوي اسيه اكس، نجد، ركز مليح، هذه المتراجحه كيفاش راح تولي لنا؟ زائد 1 طبيعة الحال تبقى زائد 1 ناقص 3 اسيه اكس سميناها تي. صح، 2 اسيه 2 اكس، اسيه 2 اكس قلنا مره اخرى هي اسيه اكس الكل مربع، اسيه اكس هذه باش سميناها تي، يعني تصبح تي مربع. اذا عندنا 2 تي مربع ناقص 3 تي زائد 1 اقل او يساوي 0. اذا احنا نريد ان نحل هذه المتراجحه، ركز معايا جيدا، حابين نحلوا هذه المتراجحه، لازم 2 تي مربع ناقص 3 تي زائد 1 يكون اقل او يساوي 0. واش نديروا مثلا؟ هذا كثير حدود من الدرجه الثانيه، نروحوا ندرسوا اشارته ونشوفوا متى يكون سالبا، لانك تعرف تبحث على هذا الكثير حدود متى يكون اقل من الصفر، وبالتالي متى يكون سالبا. اذا واش نروح ندير انا؟ نروح ندرس اشارته. اذا عندي 2 تي مربع ناقص 3 تي زائد 1، كثير حدود من الدرجه الثانيه كيفاش ندرسوا اشارته؟ فقط باستعمال دلتا المميز ونشوفوا القيم اللي راح يديها. ركز معايا هنا، هنا كثيرات الحدود، كثيرات الحدود بصفه عامه نقولوا معرفه على ار، كثيرات الحدود معرفه على ار، ثم انت قادر هنا تكتب تي باللي يدي القيم من ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه، ولكن هنا خطا. علاش؟ ركز معايا مليح، لان راك تقول باللي تي راه يساوي اسيه اكس، معناتها تي راه اسيه اكس،
وأسية إكس هذه إحنا متفقين باللي راها أكبر تماما من الصفر. إذا ما تقدرش التي بما أنه يساوي أسية إكس ما يقدرش يكون صفر وما يقدرش يكون عدد سالب. معناتها المجموعة التعريف تاع التي هي من صفر وما يقدرش يدي القيمة صفر إلى زائد ما لا نهاية. إذا المطلوب منك تدرس إشارة كثير الحدود هذا على المجال فقط من صفر لزائد ما لا نهاية. إذا كثير الحدود هذا قلنا كثير الحدود درجة ثانية، تحسب له دلتا المميز ولا باستعمال آلة حاسبة كازيو مباشرة راح تعطي لك الحلين تاعه، تلقى دلتا موجب وتلقى عنده حلين اللي هما 1 على 2 يعني 0.5 ينتمي للمجال تاعنا وواحد، ركز مليح. وبالتالي كثير الحدود هذا ينعدم ماذا؟ مرتين، عند 1 على 2 وعند 1. صح ممتاز. الإشارة نتاعو الآن شوفوا الأ نتاعو موجب، إذا داخل مجال الجذرين عكس إشارة أ، خارج مجال الجذرين نفس إشارة أ. صح. ومنه ركز معايا، إحنا وش حابين كثير الحدود هذا؟ حابين يكون أقل أو يساوي صفر. متى يكون أقل أو يساوي صفر؟ إذا كان T ركز جيدا محصور، متى يكون سالبا؟ إذا كان محصور بين 1 على 2 و1. علاش درت المساواة؟ لأنه كاين هنا مساواة يقدر ينعدم. صح. هل كملنا الإجابة؟ نقولوا خطأ، لأنه لا لازم يكون محصور بين 1 على 2 و1. لا، ركز جيدا انتبه، لأنه انت لازم الحلول تلقاها بذات إكس، المجهول تاع المعادلة هو إكس. إذا هنا واش دير في بالك؟ تعاود تخلص من تحول المتغير كما قلنا. تي وش هي؟ هي أسية إكس. إذا تي هي أسية إكس، معناتها أسية إكس راها محصورة بين 1 على 2 و1. الآن وش هو المطلوب منا؟ باش نلقاو x لازم ندخلوا الآلان على هذه المترجح. هل نقدروا ندخلوا الآلان على هذه المترجح؟ نعم، لأنه كل أطرافها موجبة، إذا نقدر ندخل الآلان. الآلان تعكس المترجحات ولا ما تعكسش؟ ما تعكسش. لماذا؟ لأن هذا لا متزايد. صح. دخل معايا الآلان على أطراف هذه المترجح. إذا تولي آلان 1 على 2، في الطرف الثاني آلان أسية x، تروح الآلان مع الأسية تبقى لنا x، في الطرف الآخر آلان 1 حسبها بالآلة الحاسبة تخرج لك صفر. الآن هل الإجابة غلطة؟ لأنه هو قال لنا ناقص آلان 2 صفر. ركز معي، إحنا نعرفه الآن خاصية من خواص الآلان، اللي قرأ الآلان راح يقدر يوظف هذه الخاصية. وش تقول لنا الخاصية هذه؟ تقول لنا آلان 1 على إكس، آلان مقلوب عدد موجب هو ناقص آلان إكس، معناتها آلان 1 على 2 هي ناقص آلان 2. إذا ناقص آلان 2 إكس صفر، وبالتالي كيفاش نعبر عليها بمجال؟ إكس محصور بين ناقص آلان 2 وصفر، كيفاش تعبر عليها بمجال؟ تقول باللي إكس راه ينتمي للمجال من ناقص آلان 2 وصفر، وهي نفسها الإجابة اللي أعطاها لنا، والمجال مغلق في الطرفين. علاش مغلق؟ لأنه كاين مساواة. إذا الإجابة ما هي؟ هل هي صحيح ولا خطأ؟ إذا نقول واحد صحيح، واحد صحيح، لأن إذا إجابة الأولى اللي أعطاها لنا صحيح، والتبرير وش هو؟ هو هذا التبرير. إذا الآن عندنا سؤال ثاني وسؤال ثالث اللي هما في زوج حول المعادلات التفاضلية. رح نبدأ هنا بالسؤال الثالث، علاش؟ لأنه أسهل فقط، ربما فكرته مباشرة للدرس. إذا نبدأ بثلاثة وبعد نرجع لاثنين عادي. ملاحظة بالنسبة لما راش فهم أصلا وش هي المعادلة التفاضلية وكيفاش نحلوها، يقدر برك يكتب في اليوتيوب، يكتب المعادلة التفاضلية الأستاذ عبد الباسط، تخرج لك الشرح نتاعها، وهي قضية سهلة جدا بإذن الله. إذا نروحوا لثلاثة، نعتبر المعادلة التفاضلية ناقص إجراك فتحة زائد 2 إجراك يساوي صفر. قالنا الحل الخاص تاعها الذي يحقق أفل صفر يساوي 1 هو صح. احنا اولا في الدرس قلنا المعادلة التفاضلية لازم تكون، شفت الدرس المعادلة التفاضلية قلنا لازم تكون مكتوبة من الشكل إجراك فتحة يساوي أ إجراك زائد بي. هل المعادلة تاعنا هذه مكتوبة من هذا الشكل؟ لا. إذا واش نديرو؟ نحاول نكتبوها من هذا الشكل. كيفاش نديرو؟ نخليو إجراك فتحة في طرف ونديو الباقي للطرف الآخر. إذا ناقص إجراك فتحة يساوي ماذا؟ يساوي ناقص 2 إجراك ناقص 3. صح. إذا ندينا برك 2 إجراك وثلاثة للطرف الآخر، كنا قادرين نديو مباشرة إجراك فتحة للطرف الآخر. الآن نضربو كل شيء في الناقص باش تروح لنا ناقص هذه مع ناقص هذه مع ناقص هذه. إذا تولي لنا إجراك فتحة يساوي 2 إجراك زائد 3. الآن هل هي مكتوبة من الشكل إجراك فتحة يساوي أ إجراك زائد بي؟ نعم. في هذه الحالة وش نقولو؟ نقولو حلولها، إذا حلولها هي الدوال ماذا؟ أف سي حيث المعرفة على آر بي أف سي لإكس. وش قلنا في الدرس؟ قلنا هي سي أسية أ إكس ناقص بي على أ، حيث الأ والبي هذو شي هما؟ هما المعاملات تاع المعادلة.
الآ في هذه الحالة هو 2 والبي هو ماذا؟ هو 3. نعوضوا بها صح، نعوضوا الآ ب2 إذا تولينا السي 2X، البي ب3 إذا ناقص 3 على والآ ب2 باختصار شديد. يبقى لنا السي هذا وشي هو؟ وش قلنا في الدرس؟ قلنا السي ثابت حقيقي كيفي. وش معناتها ثابت حقيقي كيفي؟ معناتها أي قيمة حقيقية ثابتة للسي تمدها تبقى هذه راها حل لمعادلة تفاضلية. هذا قلنا نسميه الحل العام لأنه الحل في الحالة العامة. الآن الحل الذي يحقق الشرط اللي أعطاه لنا، قلنا الحل الذي يحقق f لصفر يساوي 1، نوظف هذا الشرط باش نلقاو السي كم يساوي. إذا نضع ماذا؟ f سي لصفر يساوي 1، ومنه عوض، شوف معايا في الدالة سي في الدالة f عوض الاكس بالصفر صح، حط النتيجة تساوي 1 صح، 0 في 2 0 هكذا، والسي 0 1، وبالتالي تبقى لنا السي ناقص 3 على 2 تساوي 1، ومنه السي ماذا يساوي؟ انقل 3 على 2 الطرف الآخر راح تلقى سي يساوي 1 زي 3 على 2، إذا 1 زي 3 على 2 بالآلة الحاسبة ولا توحد المقامات تلقى النتيجة 5 على 2، ومنه الحل الخاص الذي يحقق ماذا؟ f لصفر تساوي 1 هو الدالة f المعرفة على r b f ل x تساوي، عوض السي، السي قيمتها ماذا؟ 5 على 2، إذا تولينا 5 على 2، 5 على 2 والسي 2x ناقص 3 على 2. هل الآن الإجابة صحيحة؟ نعم، لاحظ جيدا، 5 على 2 والسي 2x ناقص 3 على 2، إذا ماذا نستنتج؟ إذا فعلا 3 صحيح لأن، إذا صحيح أو صح لأن. الآن نروحوا لل 2 اللي هي معادلة تفاضلية أيضا، ركز جيدا، 2 معادلة تفاضلية، ولكن الشرط اللي أعطاهولنا ليس يتعلق بإجراك وإنما يتعلق بإجراك فتحة صح، ركز جيدا. إذن مش راح نقول، راح نقوله الحل، نعتبر معادلة تفاضلية، إذن نعتبر المعادلة ماذا؟ التفاضلية. وش قلنا المعادلة التفاضلية كيفاش معرفة هنا؟ معرفة ب 2 إجراك فتحة، 2 إجراك فتحة ناقص 5 إجراك زائد 4 تساوي صفر. هنا وش لازم نديرو؟ نحاولوا أولا نكتبوها من الشكل تاع الدرس، يعني إجراك فتحة يساوي أ إجراك زائد ب صح، دي إجراك من هي ناقص 5 تروح من هي تولي 5 إجراك 4 تولينا ناقص 4، إذا ديناهم برك الطرف الآخر. الآن وش هو المطلوب منا؟ مطلوب منا نقسمو على 2 باش تولي إجراك فتحة تساوي أ إجراك زائد ب، إذا تولينا إجراك فتحة تساوي 5 على 2 إجراك ناقص 4 على 2 هي 2. إذا هذه معادلة تفاضلية مكتوبة من الشكل إجراك فتحة يساوي أ إجراك زائد ب، إذا نقولوا حلولها هي الدوال مرة أخرى إف سي المعرفة على r كيفاش معرفة؟ ب f c ل x تساوي c أسية a x ناقص b على a. بالنسبة للa هو في هذه الحالة 5 على 2، إذا تولي لي 5 على 2 x ناقص b على a. روح نحسبها في المحاولات، عندي ناقص b على a حيث ال b وش هي؟ هي ناقص 2، الa وش هي؟ هي 5 على 2، ناقص حنا مع ناقص تقسم على 5 على 2 معناتها تضرب في المقلوب تاعها اللي هو 2 على 5، وبالتالي النتيجة تولي لنا 4 على 5، 2 في 2 نتيجة 4 على 5. إذا هنا نحي ناقص ب على أ في بلاصتها نحط ماذا؟ نحط زايد 4 على 5. الآن باش نلقى الحل الخاص لأنه هذا مرة أخرى هو الحل العام، إذا الآن وش هو المطلوب منا؟ قلنا هذا الحل العام، باش نلقاو الحل الخاص واش لازم نديرو؟ لازم نوظفوا الشرط اللي أعطاه هنا. الشرط اللي أعطاه هنا الآن لا يتعلق بالدالة، ما يتعلقش بأف لعدد والله إجراك لعدد، لا يتعلق بالمشتقة، قلنا الحل الخاص الذي يحقق ماذا؟ إجراك فتحة لواحد يساوي واحد. وش معناتها؟ معناتها الحل هذا اللي لقيناه
نروحوا نشتقوه ونعوضوا فيه بواحد ونحطوا نتيجة تساوي واحد. طبيعة الحال باش تلقى برك السي. إذا الآن واش نديرو؟ لازمتنا نحسبوا اف فتحة. إذا تقول اف هذه دالة قابلة للاشتقاق على اكس على ار، ولدينا من أجل كل اكس ينتمي إلى ار تحسب المشتقة تاعها. إذا ليكن اكس ينتمي إلى ار، نحسبوا مشتقة الدالة الدوال هذه اف سي. صح، كيفاش نحسبوا مشتقة تاعها؟ 4 على 5 عدد ثابت اشتقاقه صفر. صح، سي عدد ثابت في الجداء يبقى كيما راه في الاشتقاق. اذا سي اسيه 5 على 2 اكس. كيفاش نشتقوا داله اسيه مركبه؟ قلنا نشتقوا الاس ونهبطوه. ممتاز. اشتقاق 5 على 2 في اكس واش هي؟ هي في الحقيقه 5 على 2. اذا هذه هي المشتقه. الان نديروا المعلومه اللي عطاها لنا هو. واش هي المعلومه اللي عطاها لنا؟ قال لنا اف فتحه لواحد تساوي واحد. صح، واش معناتها؟ معناتها عوضوا في الداله المشتقه بواحد نتيجه تخرج لك واحد. اذا تعوض اكس وتبحث على سي. 5 على 2 سي اسيه في الاسيه. في الاسيه واش كاين؟ في الاس الاكس تعوضوا بالواحد، اذا تولي لك واحد في 5 على 2 5 على 2. وبالتالي الان كيفاش تلقى السي ماذا يساوي؟ تقسم برك، تقسم البعيد على القريب. يعني سي هو واحد مقسوم على 5 على 2 في اسيه 5 على 2. الان تقدر تزيد تبسطها. كي تقسم على كسر قلنا معناتها تضرب في المقلوب تاعو، يعني تضرب في 2 على 5. وهذه الاسيه تقدر بالخواص تكتبها اسيه ناقص 5 على 2. كي تطلع للبسط يتعكس الاس نتاعها. الان نكتبوا حنايا، نكتبوا ماذا؟ نكتبوا الشكل اللي لقيناه تاع الحل الخاص ونشوفوا نقارنوه مع الشكل اللي عطاه لنا هو. هل هو نفسه ماهوش نفسه؟ نلاحظوا. صح، ركز معايا جيدا. اذا ركز معنا كيفاش راح نقولوا. اذا ماذا نستنتج؟ ليكن اكس ينتمي الى ا، نستنتج باللي الحل الخاص، الحل الخاص الذي يحقق الشرط المطلوب عوض درك السي بقيمتها. إذا تولي 2 على 5 على 2 في أسية ناقص 5 على 2. رانا نعوضوا في عبارة الحل العام، عوضنا السي. صح، مضروبة في أسية 5 على 2 إكس زايد ماذا؟ 4 على 5. واش نقدر ندير الآن؟ 2 على 5 خليوها كيما راهي. درك أسية مضروبة في أسية، بالخواص نجمعوا الأسس. إذا 5 على 2 إكس ناقص 5 على 2 الكل زائد ماذا؟ زائد 4 على 5. نشوفوا الآن هل هي نفسها النتيجة اللي عطاها لنا ولا لا؟ ركز جيدا، لاحظوا باللي كاين اختلاف، كاين اختلاف بين النتيجة اللي عندنا احنا والنتيجة اللي عنده هو، مفهوم؟ إذا كاين اختلاف، شوف العبارة اللي عطاها لك. إذا نستنتجوا باللي ماذا؟ اثنين الاختيار اللي عطاه لي خطأ والتعليل هو هذا التعليل. هنا على فكرة تقدر ماذا؟ في أسئلة على المعادلة التفاضلية بما أنه يعطي لك الحل، تقدر تدير ماذا؟ الحل اللي عطاه لك هذاك تتحقق هل هو حل ولا لا؟ يعني الحل اللي عطاه لي هذاك روح نعوضه في المعادلة التفاضلية، يعني نعوضه هو في بلاصة إيكغيك والمشتقة نتاعو نعوضها في بلاصة إيكغيك فتحة. إذا تحققت المعادلة معناتها راه حل. ونزيد نروح نتحقق من الشرط الخاص. واش معناتها الشرط الخاص؟ كيقول لي هو إيكغيك لصفر تساوي واحد، معناتها نهز الصفر ونعوضه في الحل اللي عطاه لي ونشوف يمد لي واحد ولا لا، وهكذا. إذا كان الحل اللي عطاه لي هو حل، يعني كي عوضته في المعادلة لقيته محققة، وكي حسبت به الصورة اللي عطاها لقيتها محققة، نقول له صح. إذا كان ما تحققش أحد شرطين نقول له خطأ. إذا هذه هي فقط الفكرة. الآن نروحوا للسؤال رقم 4. السؤال رقم 4 يعرف لنا دالة كأسية فيها الأسية ويعطينا سؤال. ركز مليح كيفاش معرفة الدالة في هذه الحال. إذا الدالة معرفة ب ك ل x تساوي ماذا؟ تساوي 3 أسية x ناقص 1 على أسية x زائد 1. المطلوب منا هو ماذا؟ قالنا من أجل كل x ينتمي إلى R ك ل ناقص x زائد ك ل x تساوي 3 ولا لا؟ صح، حنا واش راح نديرو؟ ركز مليح. إذا 4 ليكن ماذا؟ ليكن x ينتمي إلى R. نحسبوا حنا ك لناقص x، إذا نحسبوا ك لناقص x ونزيدوا لها ك ل x ونشوفوا هل النتيجة تخرج لنا في الأخير 3 ولا لا. صح، ك لناقص x وش هي؟ هي 3 أسية
ماذا؟ ناقص x ناقص 1 على أسيجة ناقص x زائد 1. هذه ك لي ناقص x. وين نلقاو x؟ نحطو ناقص x. صح، راح نزيدو لها ك لي x. ك لي x اللي هي ماذا؟ اللي هي 3 أسية x ناقص 1 على أسية x زائد 1. الآن كسرين هذو لازمتنا نوحدو لهم المقامات. صح، الفكرة الأولى اللي تجي في بالنا في توحيد المقامات من المفروض وش هي؟ هي أنه كل واحدة نضربها في المقام تاع الأخرى. يعني وش ندير؟ هذه تتضرب في المقام تاع الأخرى، وهذه تتضرب في المقام تاع الأخرى، والمقامات يضربوا في بعضهم كما موالفين وحدوا المقامات. ولكن اللي يكون ذكي هنا راح يختصر على نفس الجهد، لأنه نحب نوحد المقامات معناتها نحب نحصل على كسرين عندهم نفس المقام. نقدروا نديروا حيلة أبسط من هذا، تقدر تنشر عادي وتحسب عادي كما قلت لك، ولكن تقدر تنتبه باللي لو كان المقام هذا تضربه في أسية x، تضربه في أسية x راح يولي نفس المقام هذا. وبالتالي واش نديروا؟ العبارة هذه نضربوها في أسية x في البسط وفي المقام. يعني هذه حيلة باش تختصر على روحك الجهد والوقت في توحيد المقامات. إذا ما انتبهت لهاش أستاذ واش ندير؟ إذا ما انتبهت لهاش واحد المقامات عادي، اضرب كل شيء في بعضه، ضيع شوي وقت في الحسابات ولكن توصل للنتيجة. أسية x في أسية ناقص x حسبناها قبل قليل، قلنا تمدلنا واحد زائد أسية x في الواحد هي أسية x. لاحظ بلي بالفعل المقامات واحد. صح، الآن عندك أسية x مضروبة في ثلاثة أسية ناقص x. قلنا أسية ناقص x في أسية x تمدلنا واحد مضروبة في ثلاثة، إذا النتيجة ثلاثة. أسية x مضروبة في الناقص واحد هي ناقص أسية x زائد ماذا؟ أسية x زائد واحد. في البسط عندنا ثلاثة أسية x ناقص واحد. الآن وش رانا نلاحظو؟ عندنا كسرين عندهم نفس المقام، أسية x زائد واحد، واحد زائد أسية x نفسها تماما. إذا عندنا أسية x زائد واحد. لاحظ الآن عندك ثلاثة أسية x ناقص أسية x، وبالتالي نتيجة اثنان أسية x. عندك ثلاثة ناقص واحد، النتيجة زائد اثنان. الآن هو راه يقول لي نتيجة تخرج ثلاثة. صح، احنا واش رانا نلاحظ؟ في البسط عندنا عامل مشترك، باش تخرج العدد الحقيقي معناتها كاين اختزالات. إذا نستخرج عامل مشترك معين وبعد نختزل. في البسط واضح جدا باللي عامل مشترك اللي هو اثنين. صح، نستخرجوا اثنين. أسية تبقى لنا أسية x، اثنين تقسمها على اثنين تبقى لك واحد. في المقام كاين أسية x زائد واحد. هنا ماذا يحدث؟ نختزل أسية x زائد واحد مع أسية x زائد واحد، تبقى لنا النتيجة اثنين. إذا هل الاقتراح هذا رقم 4 هل هو صحيح ولا خطأ؟ خطأ، لأنه إحنا خرجت لنا 2 وهو راه يقول لنا 3، إذا راح نقول خطأ لأن. إذا هكذا أغلب أسئلة الصحيح والخطأ. نمر للسؤال اللي بعده. الآن مع السؤال 5 يقول لنا حل المعادلة ألان x كل مربع زائد ألان x ناقص 6 تساوي الصفر هي المجموعة s ناقص 3 و 2. صح، انتبه معايا جيدا. كيفاش نديرو حنا؟ لازم نحلو هذه، لازم اولا نحلو هذه المعادله، نحلو المعادله ونشوفو الحلول تاعها هل كيما عطاهم لنا ولا لا. صح، دير في بالك دائما بلي المعادلات والمتراجحات اللي فيهم الداله اللوغاريتميه دائما قبل الحل تاعهم لازم نجيبو مجموعه التعريف تاعهم. ركز معايا، مجموعه التعريف لانه الالان تختلف على الاسيه. الاسيه الدوال الاسيه عاده معرفه على r. صح، الالان داله معرفه على صفر زائد ما لا نهايه. إذا هذه المعادلة باش تكون معرفة، لاحظ واش كاين داخل الألم، كاين إكس، كاين إكس. وبالتالي يكفي أنه يكون إكس موجب حتى تكون هذه الدالة معرفة. إذا المعادلة هذه معرفة إذا كان إكس ينتمي للمجال من صفر مفتوح لزايد ما لا نهايه. لأنه داخل الألان ما يقدرش يكون كاين صفر، ما يقدرش يكون حاجة سالبة. على فكرة هنا نستنتجوا بلي الإجابة خطأ، لأنه الحلول قال لك ناقص 3 و 2، وداخل الألان ما يقدرش يكون ناقص 3، بصح ما تقدرش تقول له هذا ليس تبريرا، تبرير أنك تحل المعادلة وتلقى الحلول. صح، الآن واش نديروا؟ راح نديروا، نلاحظوا بلي أيضا هذه راها ذكرنا معادلة من درجة ثانية، لو كان نسميو ألان إكس نسميوه تي، تصبح تي مربع زائد تي ناقص 6 تساوي صفر. إذا واش نديرو؟ نديرو تحويل متغير، نضع تي يساوي ألان إكس. صح، نجد ماذا؟ ركز مليح، ألان إكس منها تي، إذا تي مربع زائد تي ناقص 6 تساوي صفر.
ومنه هذه معادلة من درجة ثانية باش تحلها، فقط احسب دلتا المميز او بالآلة الحاسبة مباشرة، راح تعطي لك حلين. وشي هما الحلين هذو؟ راح تعطي لك 2 وناقص 3. هنا يقدر واحد فيكم يغلط يقول اذا فعلا الإجابة صحيحة لانه 2 وناقص 3 كما قالنا هو، ولكن هذو تي صح، هذو تي اذا مش لازم نلقاو، احنا لازم نلقاو الان اكس. تي وشي هو؟ هو الان اكس. اذا الان اكس يساوي 2 او الان اكس يساوي ناقص 3. الان واش نديرو باش نلقاو الاكس؟ لازم نخلصو من الان، ندخلو الاسية على الطرفين، منا تروح لنا الان الطرف الاخر تولي لي اسية 2، او كيف كيف دخل الان الاسية تروح للان تولي لي اكس تساوي اسية ناقص 3. ومنه مجموعة الحلول هي اس يساوي، عندنا حلين اسية 2 واسية ناقص 3. وهنا نستنتجو ماذا؟ نستنتجو بلي الاجابة 5 راهي خطأ. اذا خطأ لماذا؟ مجموعة الحلول ليست نفسها المقترح. اذا هذا هو السؤال رقم 5. روحوا للسؤال الان رقم 6. سؤال رقم 6 يعطينا نهاية ويقول لنا تساوي ناقص اسية ناقص 1. احنا كيفاش نديرو على كل حال؟ نحسبوا تلك النهاية ونشوفوا هل تخرج لنا نفس النتيجة اللي عطاها لنا هو ولا لا. صح، ركز معايا جيدا. اذا راح تولي لي نهاية، انتبه جيدا، راح تولي لنا نهاية الان ناقص اكس زائد او ناقص 1 على اكس لما اكس يؤول الى ماذا؟ الى 0. صح، اول حاجة نديروها نحسبوا هذه النهاية، قادرة تكون ماهيش حالة عدم تعيين. صح، احسب معايا، عوض الاكس بالصفر، صفر زائد او او، الان او بالآلة الحاسبة تحسبها تلقاها 1، 1 ناقص 1، إذا في الوسط عندنا ماذا؟ عندنا 0. في المقام واش عندنا؟ اكس، وبالتالي عندنا 0، 0 على 0 حالة عدم تعيين. لكن لو كان تتذكر في دروس النهايات كلها تاع الدول العددية، تاع الدول الأسية، تاع الدول اللوغاريتمية أيضا، قلنا كي تكون عندنا حالة عدم تعيين من الشكل 0 على 0، أول فكرة لازم نفكروا فيها في المفروض وش هي؟ هي تعريف العدد المشتق. يعني الدالة هذه تاعنا لو كان نركزوا راها مكتوبة فعلا من الشكل تاع تعريف العدد المشتق. يعني إذا كان اعتبرنا، ركز مليح، إذا كان اعتبرنا ماذا؟ هذه مثلا نعتبروها الدالة جي، إذا كان اعتبرنا هذه الدالة جي واحد، هذا وش هو؟ هو صورة صفر في الدالة جي، لأنك لو كان تعوض في هذه الدالة بجي، بجي تعوض فيها بصفر، تخرج لك الآن اللي هي واحد، إذا واحد هذا وش هو؟ هو جي لصفر على إكس ناقص إكس صفر، اللي هي صفر عليها ما كتبوش، وبالتالي بالفعل راها مكتوبة من الشكل تاع تعريف العدد المشتق، الدالة ناقص الصورة على إكس ناقص السابقة. الآن هذه كيفاش حصلنا عليها؟ ركز جيدا. هذه حصلنا عليها بوضع جي لي اكس، جي لي اكس سميناها الان ناقص اكس زائد او. صح، هذه بالتعريف، كي نقولوا بالتعريف معناتها كيما تقولوا انتم القانون، هذا هو القانون تاع العدد المشتق، هذا هو تعريف تاع العدد المشتق. اذا تساوي جي فتحه لصفر، اذا هذه النهايه راه تساوي العدد المشتق للداله جي عند صفر. كيفاش نديروا احنا؟ نروحوا نحسبوا مشتقتها. بالنسبة للآلان قلنا كي تكون آلان مركبة مع دالة، مشتقتها هي مشتقة ما بداخل الآلان على ما بداخل الآلان. صح، إذا ما بداخل الآلان وش هو؟ هو ناقص إكس زائد أو. الاشتقاق تاعه وش هو؟ مشتقة ناقص إكس هي ناقص 1، ومشتقة أو عدد ثابت اشتقاقه 0. إذا مشتقة ما بداخل الآلان على ما بداخل الآلان. الآن كي نعوضوا جي فتحة للصفر واش راح نلقاو؟ ركز مليح، راح نلقاو ناقص 1 على، عوض الاكس بالصفر، صفر في ناقص 1 صفر، تبقى لنا او. هل هي نفسها النتيجة المعطاة؟ نعم، لأنه لو كان نطلع هنا كي نقول او اسمها اسية 1، كي نطلعها للبسط راح تولي ناقص 1 مضروبة في اسية ناقص 1، الاس نتاعها يتعكس، وبالتالي ناقص اسية ناقص 1. هل هي نفسها النهاية اللي عطاها لنا؟ هل هي نفسها النتيجة اللي عطاها لنا؟ نعم. إذا هنا واش راح نقولوا؟ راح نقولوا صحيح، لأن الإجابة رقم 6 صحيح مع التبرير المطالبين به. الآن بقات لنا فقط بقات لنا عفوا مترجحة ومعادلة. ركز معايا جيدا، نبدأ بالمترجحة هذه. إذا ركز معنا سؤال رقم 7 الآن. المترجحة، إذا المترجحة، المتراجحة ماذا؟
ألان X ناقص واحد، إذن ألان X ناقص واحد زائد ألان X زائد واحد، إذن لحظة، ألان X ناقص واحد زائد ألان X زائد واحد أقل أو يساوي ألان ثمانية، إذن أقل أو يساوي ألان ثمانية، صح، عطانا الحلول تاعها. احنا واش قلنا ديما قاعده معادلات ومتراجحات في الالان قبل ما نحلها لازم دائما نبدا نجيب مجموعه تعريف نتاعها، صح. هذه المتراجحه معرفه اذا وفقط اذا كان ماذا، ركز مليح، باش تكون هذه المتراجحه معرفه لازم ديما نشوفوا ما بداخل الالان، لازم يكون اكس ناقص واحد موجب ويكون اكس زائد واحد موجب، صح، تابه معي. نقدر مثلا ندير مستقيم مدرج، نقدر ندير جدول إشارة، صح، نديرو مثلا جدول إشارة اللي فيه إكس ناقص واحد و إكس زايد واحد وندرسو في زوج الإشارات نتاعهم على R باش نشوفو وكتاش يكونوا موجبين وكتاش يكونوا سالبين. إذا ناقص ما لا نهاية زايد ما لا نهاية، إكس ناقص واحد كثير حدود الدرجة الأولى ينعدم عند واحد، إكس زايد واحد كثير حدود الدرجة الأولى ينعدم عند ناقص واحد، صح، نعم هكذا. شوف الإشارة قبل الانعدام عكس إشارة A موجب، إذا قبل الانعدام يكون سالب، بعد الانعدام يكون موجب. قبل الانعدام عكس إشارة A، بعد الانعدام نفس إشارة A. الآن حنايا ما لازمتناش واحد فيهم يكون موجب، لازمنا في زوج يكونوا موجبين. مثلا المجال من ناقص واحد لواحد، هذا صح X زايد واحد موجب صح، ولكن X ناقص واحد سالب، وبالتالي هذه المتراجحة غير معرفة لأنهم لازم في زوج يكونوا سالب موجبين. وبالتالي مجال تعريف هذه المتراجحة هو من واحد زائد ما لا نهاية، إذا كان X ينتمي من واحد زائد ما لا نهاية. الآن هنغلقوا ولا نفتحوا عند الواحد، دونك الواحد واش يدير؟ الواحد يعدم لنا X ناقص واحد، وبالتالي يعدم لنا ما بداخل الألن الأول هذا، وبالتالي لازم نفتحوا عنده، إذا معرفة بهذه الطريقة. الآن بعد ما نديروا مجموعة التعريف نبدأ نحلوا في المتراجح. إذا نضع ألن X ناقص واحد زائد ألان X زائد واحد أقل أو يساوي ماذا؟ أقل أو يساوي ألان ثمانية، صح. شوف هنا في الطرف هذا اللي منا خواص الألان وش تقول لنا؟ ألان في ألان قلنا ما بداخل ألان يضربوا في بعضهم، إذا راح تولي لي ألان X ناقص واحد يتضرب في ماذا؟ يتضرب في X زائد واحد، هذه خاصية الألان، كيكون ألان A زائد ألان B، وهنا الخاصية قلنا بلي ألان A يتضرب في B، صح. واش راح نديرو الآن؟ نزيدو نبسطو ونشوفو واش قادرين نوصلو، صح، ركز معايا. إذا واش نقولو هنا؟ ومنه أقل أو يساوي ألان ثمانية، إذا أقل أو يساوي ألان ثمانية، وبالتالي داخل ألان هذاك واش عندنا؟ عندنا X ناقص واحد في X زائد واحد اللي هي ماذا؟ متطابقة شهيرة، A ناقص B في A زائد B تولي مربع الأول ناقص مربع الثاني، إذا راح تولي مربع الأول إذا إكس مربع، مربع الثاني واحد. الآن واش نديرو؟ لازم نتخلصوا من الألان، كيفاش نتخلصوا من الألان؟ دخلوا الأسية على الطرفين، تبقى لنا إكس مربع ناقص واحد أقل أو يساوي ثمانية، إذا أقل أو يساوي ثمانية. هنا واش هو المطلوب منا؟ تقدر ركز جيدا، كيفاش تدير؟ تقدر ترجع ثمانية منا برك ويولي عندك كثير حدود من درجة ثانية، وهذه هي الأبسط. إذا ركز تشوف، رجعنا ثمانية للطرف الآخر راح تولي لنا ناقص واحد ناقص ثمانية، إذا النتيجة ناقص تسعة، إذا النتيجة ناقص تسعة أقل أو يساوي صفر، وهذا كثير حدود ماذا؟ كثير حدود من الدرجة الثانية. هنا برك مطلوب منك تدرس إشارته وتشوف كثير الحدود هذا متى يكون سالبا. إذا إكس مربع ناقص تسعة واضح باللي ينعدم عند قيمتين، هز الآلة حاسبة كازيو مباشرة أعطيني الحلول تاعها، صح، X مربع ناقص تسعة، أدرس أولا في المحاولات الإشارة تاعو على R، بالنسبة للحلول تاعو راح تلقى كاين حلين اللي هما ماذا؟ اللي هما ناقص ثلاثة، إذا ندرسوا الإشارة تاعو في المحاولات على R، ناقص ثلاثة ثلاثة، صح، الإشارة داخل مجال الجذرين يكون عكس إشارة A والA موجب بالتالي يكون سالب، خارج مجال الجذرين يكون نفس إشارة A وبالتالي يكون موجب، صح. علاش ما درناش مباشرة في الإجابة؟ لأن الإجابة نتاعنا حنا تبدأ من واحد زائد ما لا نهاية ماهيش R، إذا مجال التعريف نتاعنا لازم نديروه بعين الاعتبار، إذا المجال تاعنا هو من واحد زائد ما لا نهاية.
الآن واحد هنا، ركز جيدا، إذا واحد راه هنا، وبالتالي نهز الإشارة على هذا المجال. إذا من واحد تنعدم عن ثلاثة، من واحد ثلاثة تكون سالبة، من ثلاثة زائد ما لا نهاية تكون موجبة. إحنا ورانا حابين ماذا؟ حابين إكس مربع ناقص تسعة يكون أقل أو يساوي صفر، معناتها حابينه يكون سالبا. إذا باش يكون إكس مربع ناقص تسعة أقل من الصفر سالبا، واش لازم يكون إكس؟ لازم يكون إكس ينتمي للمجال، ومنه إكس ينتمي أو مباشرة نقوله مجموعة الحلول أس هي المجال من واحد لثلاثة. الآن عند واحد نفتحه لأنه لا ينتمي لمجموعة التعريف، عند ثلاثة نغلقه. لماذا؟ لأنه كاين مساواة من البداية، وثلاثة تخلينا النتيجة تساوي الصفر. الآن هل وصلنا للنتيجة المطلوبة منا؟ هو يقول لنا من واحد لثلاثة، أعطانا من واحد لثلاثة، ولكن كاين خطأ معين في الإجابة. وشي هو؟ أنه غلق مجال التعريف عند واحد، ومجال التعريف لا يجب أن يغلق عند واحد، لأنه لو كان تعوض في البداية، كي تقول لي أنت هي من واحد لثلاثة مغلق، سما واحد راه من الحلول، لو كان تعوض في واحد تلقى واحد ناقص واحد صفر، وأنا صفر غير موجودة، وبالتالي الإجابة هذه خطأ. لو كان برك افتح عند واحد راح تكون الإجابة هذه ماذا؟ صحيحة. الآن بقت لنا المعادلة رقم 8. إذا السؤال رقم 8 والأخير، قلنا حلول معادلة ألان مربع ألان إكس الكل مربع ناقص ألان إكس مربع تساوي الصفر هي واحد وأو. صح، ركز معي، قبل ما نبدأ نحلو في أي معادلة ولا في أي متراجحة فيها الألان لازم نجيبوا مجموعة التعريف. عندنا ما بداخل ألان كاين إكس وكاين إكس مربع، دروك لازم نضمنوا باللي في زوج يكونوا موجبين. صح، ندرسوا إشارة إكس وندرسوا إشارة إكس مربع، ندرسوا على آل، ومن بعد نشوفوا واش هو المجال اللي تكون العبارة نتاعنا معرفة عليه. صح، إكس على بالنا باللي ينعدم عن الصفر، قبل الصفر يكون سالب، بعد الصفر يكون موجب. إكس مربع ديما موجبة، ديما موجبة، ولكن كاين قيمة معينة تنعدم عندها اللي هي صفر. صح، الآن حنا حابين في زوج العبارتين إكس و إكس مربع يكونوا موجبتين تماما، وبالتالي مجموعة تعريف وش هي؟ هي من صفر زائد ما لا، هي من صفر زائد ما لا. إذا كان إكس ينتمي إلى ماذا؟ ينتمي للمجال من صفر زائد ما لا. طبيعة الحال الصفر نفتحه، علاش؟ لأنه ما بداخل الآلان مرة أخرى لا يجب أن ينعدم. صح، الآن وش نديرو في هذه المعادلة؟ ركز معايا جيدا. إذا نضع أو نعتبر المعادلة آلان مربع إكس ناقص ألان إكس مربع تساوي الصفر. شوف، فكرة الأولى اللي تجي في بالنا باللي نقدروا نخدمه بخواص الألان. كيفاش نخدمه بخواص الألان؟ يقدر واحد يقول الأستاذ نديره ألان ناقص ألان تولي ألان القسمة، لكن أفضل أنه نهبطوا الاثنين هذه بالخواص، خاصة أنه ضمننا باللي إكس راه موجب. إذا تولي ألان مربع إكس ناقص 2 ألان، احنا في الحقيقه قلنا القيمه المطلقه لإكس، ولكن بما ان رانا ضامنين بلي اكس راه موجب، وبالتالي تهبط الاثنين هذيك دون قيمه مطلقه. صح، الان ركز معايا هنا، هنا واش نقدروا نديروا؟ هنا ولات لنا مره اخرى معادله من درجه ثانيه. اذا كان اعتبرت، ركز مليح، اذا كان اعتبرت ألان إكس هو تي، راح تولي لك تي مربع ناقص 2 تي تساوي الصفر وتحلها عاد. ولكن هنا نقدروا نبسطوها اكثر من هذا، نقدروا برك نقولوا نخرجوا ألان إكس عامل مشترك. كي نخرج ألان إكس عامل مشترك، هذه ألان إكس الكل مربع، وهنا راك تلاحظ بلي كاين بيناتهم فروق. هنا وشو الفروق؟ هنا الألان مربعة، ألان إكس ربعناها، صح، هنا ربعنا ما بداخل الألان. صح، إذا هذه راها ألان مربع، متى ألان في ألان، كي نخرج ألان إكس تبقى لي ألان إكس عامل مشترك. صح، صح، ناقص ماذا؟ ألان خرجتها عامل مشترك، إذا تبقى لي 2، النتيجة تساوي الصفر. الآن جداء عاملين يساوي الصفر، معناتها الأول ألان إكس يساوي الصفر أو الثاني يساوي الصفر. صح، هنا كيفاش تحل؟ عادي خلاص. شوف، إذا نستنتج باللي ألان إكس يساوي الصفر أو ماذا؟ أرجع اثنين للطرف الآخر، تولي لنا ألان إكس يساوي 2. الآن واش نديرو باش نلقاو إكس؟ ندخلو الأسية على الطرفين، من ندخل الأسية تختفي الألان، تولي لك أسية صفر اللي هي واحد، أو من ندخل الأسية تروح الألان، تولي لك إكس تساوي أسية 2، ومنه مجموعة الحلول هي أس يساوي، عندنا حلين، واحد وأسية 2. الآن هل الإجابة هذه صحيحة؟ نشوفه فقط واش عطانا. هو قال لنا واحد وأو، واحد وأو، وبالتالي الإجابة غلط، لأنه إحنا قلنا لازم تكون واحد وأسية 2، إذا 8
خطأ لأن. إذن هذه هي تمارين الصح والخطأ. بنقوله شفنا كل الأسئلة لأنه أسئلة الصح والخطأ لا تنتهي، ولكن شفنا أكثر الأسئلة شيوعا، خاصة أنه هذا التمرين مستوى تاعه 3 نجوم، يعني لو كان صعبناه أكثر كنا نشوفه أفكار أصعب من هذا. الآن نواصلوا مع حل الموضوع المقترح للمراجعة. عندنا إن شاء الله التمرين الثاني اللي هو دالة عددية صماء ممتازة فيها أفكار مختلفة ومتنوعة، مستوى الصعوبة تاعه 4 نجوم مليح. وكذلك التمرين الثالث دالة أسية كيف فيها أفكار متنوعة ومختلفة. أتمنى أنكم استفدتم هذا التمرين. تلقوا إن شاء الله في الفيديو القادم بالتوفيق. سلام عليكم.